أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة بالسفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار. ومن جانبه أعرب كواروني عن تطلع وزير الثقافة والآثار الإيطالي لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما السياحة والآثار. كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.